بهدف تأهيل 3000 شاب وشابة، دشنت الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية أنصر مشروع بناء شبابي في 13 دبلوم متخصصة موزعين على 4 مراكز تدريبية. تفاصيل في التقرير التالي. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادان وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، دشنت الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية أنصر مشروع بناء شبابية الذي يستهدف تأهيل 3000 شابا وشابة على مستوى 13 دبلوم تخصصية موزعين على 4 مراكز تدريبية. مستشار وزير الشباب والرياضة مدير الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية داود علوان أكد أهمية تدريب وبناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في البناء والتنمية. ندشن اليوم انطلاق مشروع بناء الشبابي بنسخته الأولى. هذا المشروع الكبير الذي أعيد له من فترة طويلة من الوقت. نسعى من خلال هذا المشروع أن نقدم 3000 دبلوم ل3000 مستفيد من فئات المجتمع المختلفة، خاصة فئة الشباب. اليوم يعيش الوطن يعني لحظات أو فجوة ما بين الاحتياج الفعلي والمهني وما بين الموجود في السوق. نسعى اليوم إلى أن نمكن الشباب من أجل أن يكونوا أن يكون لهم حضور حقيقي في الميدان، يستطيعوا من خلال هذا الحضور أن يشكلوا فارق حقيقي في عملية البناء المجتمعي والعملية التنموية التي نسعى لأن يتحصل عليها البلد على وجه العموم. يعني جمال الجعفرية مدير عام بحوث التنمية الإدارية والتدريب أشار بتدشين المشروع الشبابية موضحا أهمية التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتنمية المهارات. مبارك تدشين مشروع بناء الذي يستهدف تأهيل 3000 مشارك ومشاركة من فئة الشباب في 13 دبلوم تخصصي. يأتي تنفيذ هذا البرنامج أو هذا المشروع التدريبي المتميز لرفع مهارات وكفاءات الشباب ليؤهلهم من الدخول إلى سوق العمل بكفاءة ومهنية واحترافية. نتطلع إن شاء الله أن يكون هذا البرنامج إضافة نوعية ومميزة للمجتمع المحلي. الفقرات الفنية الوطنية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني كانت حاضرة ضمن تدشين مشروع بناء الشبابية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.